ديما نخرج احنا مرة فوت الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. لاباس لاباس. فز 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 بركة يا ربي. كلهم التلكيش نتاعك الجاي هذه راني ما نحبش نجي ما نحبش نحل اخي. كل يوم احنا قاعدين نخرج مرة في التاريخ مرة في التاريخ يستدعون الناس كلهم ديما ماشيين جايين ماشيين جايين. شنو فعل؟ لا مرة في التاريخ لا مرتين في التاريخ يعجبك بحدي لو خلينا ديارنا وجاينا بهليم ولا بيت عندهم روحك هنخ سوريا كيفاش شباها سيد سوريا شباها سوريا كنت سوريتك أخي ريق روحك ريق روحك ريق روحك ريق روحك, ريق روحك. هاني مري طيب أشبيك زاد يا أخي ما تعملش طرفة كولوليا ما نعمل طرفة كولوليا ريحتك مفاسرة ليه ريحتيناتنا طولت ريحتيناتنا محتوبة رجل خاتك اللي يعمل في الكولوليا ترى رجل خاتك جاي المرة ريحتها ما تشمش بالعالم شين مكفيها رجل خاتك يا أشبيك باهي قولي شيني هذا الصباط هذا الصباط جيبيه مالا شرب هي هذا ملغى هذه تاخذي لها شلاكة تاخذي لها يا انا صباط اخي وتاخذهم ب 12% جدد صباط اخي اللي جابش من الفتره باش يشوفوا لي صباطي ناقص ما نمجوش هكا من هالتهدمين قدام الناس مره في التاريخ ديما احنا نجيو نضيع في الناس نجي معاها ونندم على ريكر قلت لك ريكر سوريت ريكر سوريت باهي ريكر هاني بالدوحه تعاوب ريكليت حاضرين هاني مريك صبر يا رب راني نيه كره الجايه هذه كره اش بيك يا زاد عجب يخلي قفك حتى ما يخليك كيفاش تبت يا زهر خويا دخلت ما عجبك بعد رجليه طاعت تشبيك يا زهر يا حبيني يا على راسك يا ح اشبيك يا حبيني يا تلطختي الثم اسمعني البنان وين بنان شنو البنان وين الغله ناقصه بنان يعجبكش وفاش قام البنان لا لا شني فاش قام البنان مفروض عليك ميم نجي نهز شقد الغله هكا ناقصه البنان ليه انا المشمير انا العوانه انا البوصه لا لا ما يهمنيش فيك لا هما المرفات كي جابوا جابوا البنان لا انا كعبه كازوز بيتر ونص كعبه بطيخ لا ما يهمنيش فيك شنو جاب نير الغله ناقصه بنان ما نهزهاش ما يهمنيش فيك ما تعبوش كلا قدام دار الناس امشي طاو جيب البنان وجمالش راه عندي كي ودي كي نمشي نروح وخليك هنا نستنى هي جايه هذه اللي مانيش محظمه وما عينيش باش نجي ما ودي ما نحبش هكا تروح عشرين عام نحب حتى مره فاتني البراني وتتكلم خرجني وتعاود خرجني وتعاود بخص ما تدخلشني هكا نحش نحب البنان في القف ما تدخليش هكاكا بالبنان استني توجك البخص والله الا قعدت فيها كيني ما عينش فيك نساي قعد بركه تزوج على خلاها تزوج على المشاكل تزوج عليها باش ما تجيش افضحني تو في اخر لحظه بري طبت بالباب خلنا ندخل يا ربي صبر صبر صبت بليه انت تدق رجال هم اللي دقوا مش ما نسيت وانت جايبتني ومستدعتك انت ومستدعتي طبت بالباب خليني رايد اليوم اخي تعاند فيا وصح في راسك حتى في يدي حتى مجرد ندق البيت ما والله العظيم والله العظيم الا طبطبتها ولا حط يدي على البيت ولا مسكت البيت نعم. انا والله العظيم والله حتى انا طبطبتها ولا حط يدي على البيت تو شوف شكون راسك تو شوف تو شوف شكون راسك صحيح تو شوف يا ودي انت واحد نتاعك فضايح فيها الكوين هذا سم الغالي هذيك لا نحط يدي على الباب ولا نطبطبها هم باتوا هنا انا قاعدين لا مانيش داك قاعد البيت والله لا ندق هيا قلت لك والله لا ندق ولا نحط يدي على البيت هذه اخر طلعه هاي باهي هاني حتى انا قاعده والله لا ندق هالبيت انا قاعدين خوفتي انا قاعدين انا قارحش احشم كان يخرج الناس على غفله يكون هكا ولا يتعدى حد شنو الفضايح هذي شكون يا شكون الراجل توي كي تشوف ما تدقيش ها نحلفت صايمة وحلفت قلت لك والله لا نحط يدي على البيت ما تحطيش يدك حطي خشمك حطي عينك تو اللي انت ما تعرفيش تدقي انت تدق خليقه راه دقك ربي اي تو ندق قلت كيفاش استنى تو نقول تو ندق براسي اش باش نعمل مادام فجرتي التافهه انا جايه هذه والله عارفها عمرك عمرك ما تتعاونني في شيء استناني تو نقول لك دق براسي هكا اي دق اضرب اضرب هاك هو ولا انا كلي هو اي راسي بسم الله الرحمن الرحيم زهو لباس قلتي والله يدوش انت هاك هو فخار يكسر بعضه مرحبا بيكم مرحبا يا عسلامه زادت لي البركه عايشك عايش اختي عايشك عايش ربي يفضلك مرحبا بيكم مرحبا عايشك مرحبا يا عبد الله عزيز لاباس عايشك مرحبا بيكم اي مرحبا تفضلي اي مرحبا مرحبا اختي مرحبا 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 عايش اختي عايش اختي مرحبا يا زهره تيتي خلي لي المعلقه يا ودي هبط الدنيا من الدين انا مراه من الدين من الدين حرام منك هني من الدين وبرا من الدين عايش اختي عايش اختي لحظة يا حاج لحظة سمحت بساقة اليمين تدخل يا دخلت بساقي اليمين لا لا هيك اليسار مش اليمين عجب اي هيك اليسار وانت تعرف اليمين اكثر من اليمين يمين هذه هي اليمين هذه هي اليمين ادخل باليمين وسامي بسم الله راك داخل المحل تفضل مرحبا على مليكة يا حاج على مليكة مرحبا بيكم مرحبا
مرحبا بك يا بنت عايشك يا اختي امشي برك ادخل يا سهو مرحبا بك اختي صلي على النبي صلي على النبي مرحبا بكم زارت الله تفضل مرحبا بكم صلي على النبي صلي على النبي صلي ربي يديكم بالخير انا قاعد راجلي يعفى سكاكه يسخن قياس في الدار اودي ضربت الناس زرتي رجينا على هذيك يا حاج والله تصدق يا ربح اللي عرفت ماشي بالي ماشي بالي قاسات كيما اللي عندي نحي صباط قاسات كيما اللي عندي ضربيه تلصف الاصفان يا سلام هذيك شريتها من معرض هي واحده اخرى بمليون ونص احلام بها صلي على النبي اقعد فيك متفضل باش نحوالك يا دام لاباس خوتي والله لاباس وين سي عبد العزيز سي عبد العزيز الداخلي يصلي صلي على النبي لا تو زعمي صلي على النبي ما شاء الله سي عبد العزيز راجلي ديما على طول النهار يصلي ما شاء الله تسمع تخوت وزهورات نحي صباطك قلت لك نحي ضربت الناس قلت لك نحي صباطك ما نحيش صبر ضايح ما تعرفيش رجليا وانت تعبس بس تربيه نحي غير ما ينحي يا زهو خوتي والله نصارى كيفاه ما نحيش قلت لك نحي نحي لا يا زهو نحي ها مش نحي لاباس خوتي ما كتحبونا نجوا نحلوا فاطرنا بحذاك مرحبا بكم انا خدينا بخاطركم البس انا خدينا بخاطركم نحي ولا نلبس تقعد نلعب معاك البس ما انتهى السخطه ضي يلبس ما تفرحنيش يا ربي حتى صباط الواحد ما يعرفش ولا حتى سي عبد العزيز لما يفرح على الاخر كي هكا مرحبا بكم اي خلينا نتوكل على ربي نمشي نحط الطاوله نحط عدو لذين يد خلينا نحط العشاء وسي عبد العزيز يكمل الصلاه ويجي بحدكم جي نعاون خواتي جي نعاون لي عايش بنت اختي مرحبا بكم مرحبا ربي يفضلك شيء كبير شوف الضخامات شوف صلي على النبي شوفك الجراري كيفاش مضخم عجب شوفت ما عندكش جراري طولتي ما عنديش عندك عظام انا اسقط صقر صلي على النبي تعال شوف صلي على النبي صلي على النبي عليه تزو الجراري صلي على النبي ليه نعم شوفك كيفاش انت ولا ما عندك حتى شيء قد ما ناخذ ديما نمشوا ديما قد ما نجي قد يا عجبك بعدين عندك شريت حاجه انت عجب الجمعه اللي فاتت ما جبتش جزم خديت اسكت خديت خديت ب 2500 هذه قد ما نكركر ديما الكلمه نمشوا نسمع شوف الارجنتير كتلصف الاصفان تشعل شعل نحب وحده كيف هني ايش عجبك فيها هذه مازالوا يستعملوا فيها عظامه اي مازالوا يستعملوا فيها مكسبتهم تو طلعوا جدد بلوح مش نورمال تعب هلا عاد تتهبلتي تتهبيله مهبوله خليك شوف سيبيني عاد شوف الردوات نتاع انا قاعد نشوف خامات شيء كبير والله شيء كبير شيء كبير شبيك زهورات ناري نعنى روح سمعك هكا على الزهورات يقول لك انت ما تكسبي حتى شيء تردي على حصير يقول اسكت ودي قد ما عندك ما تري يا بنتي ارضي بما عطاك ربي ارضي بما عطاك ربي الزربيه قالت لك هذه مليون ونص هي والاخرى قالت لك عندي شيء اسكت اسكت تو جديتها قالت لك مليون وسي جديتها جدها كلامها قرآن هي دارها مضخمه ما تشعلش القناعه راهي بيها القناعه بيها شوف الدهينه وش الخماج الحليل اللي عندنا في الدار قدر عندك ما تنتش الدار باهي هكا الدهينه كان تبع الدين الدهينه مش باهي هكا الازياء برشا مش باهي هكا الازياء برشا خير اش خير من دارنا هنا السامبل في الزرقاء خير من الزرقاء اسكت مركز باش ما تصرفش ماني عارفاتك خليني سيد توني جاي باش نحلوا فطرنا توني مستدعين ولا جاي باش تفرج على بتاع النيل تو هذه خير طالعه شوف اللامبوبه كيفاه الثريا والدنيا بجا ربي اش بها لامبوبه يا لامبوبه عادي اش فيها لامبوبه تو فيها حاجه جديده لامبوبه هذيك اش فيها طراها اش فيها اش فيها بربي يسكت بجا ربي خليني ساكت اقسم بالله انا قلبي وجعني جيت للدار هذه نشوف الضخامات نشوف الدنيا كيفاش تشعل يسكت المراه تجي صبحي استغفر يا قد الراجل يصلي الناس صلي على النبي الناس الزهورات وبخوت باهي يا ربي اعطى على قد قلب باهي فيها قلب هنذي فهمتي قلبك مشو والله قلبك مشو مغلب فما مشو كان وجهك لبشو والله حصلت فيك بلا لطف ما لا ربي يهدي ربي يزيدهم من خير انا ما نقول حتى شيء تل تسيبيني جنبي تو تو نعيط درني بسم الله مرحبا زارتنا البركه مرحبا مازال ما جاش عبد العزيز عبد الرحمن يبكي مرحبا بيكم يا عايش عبد العزيز عبد الرحمن عبد شنو ها قلت رزيت هذه فطور بكي تقعد تجيب اصبر شوي تو جيب ولا انا كنت مستغرب عاد قلت رزيت انا صحيح مرحبا عايش روحك تعبي في روحك بيكم ليه هذه كل مغازي القفه من برا مش البركه مرحبا يا Thank you.
خلينا على البر قلت كاين خلينا على البر ميساج ميساج مرحبا يا خير وين نقف خير شنو زيدوا معرفه والله لا صار خسيري والله صار ميساج عطاو جيبها وقف ما فهميش كيفاش ما فهميش القف مش مشكل مش مش مديتها لك وانت جايه في مش فيدك القف ما دخلتش بها يعني عندك انت في بالي خليك ما دخلتش بها اواخذي انت دخلتي بها يا زهو دفع الله ما كان عارف انا دفع الله ما كيفاش ما فهميش القفه انا حديت القفه قاضينها مش ب 40000 وين حط ما دخلتيش بها انت والله لا دخلت بها باش نخرج ما كاين ما كاين ما مدتها لك ليه ما عطيتونيش لا كاين عطيت لك عاد ليه يا اخي شنو تكذب فيا توا ما جا وانت تكذبي فيا زاده ليه انا نفس روحي ما ديت لك حاجه وانا نثبت اللي انتو جيتو ديكم فارغه تاتا احنا جوا ديجانا تاتا انت فارغه انا نعملوا كيفاش يدينا طار ترى عليك يا ربا ولا لا هرب ما تعطيش متاكد اني ما ديت لها قف يا زهو دفع الله ما كان عذر شنو المشكله لا شنو ليه والله لا ليش مستحيل احنا ما نجوش يدينا فارغه راه ليه ميسيلش ليه اول مره ندخل الدار عندي ما شاء الله لا ما شاء الله خليني نقول لك كيفاش لحظه زمنيه تو النقاب يزرق يجيب لنا قضيه شنو وين مش نزرق وين مش نزرق زرق روح تفجع وين مش نزرق يمشي يجيب لنا قضيه وين جاب لنا قفه باش تهزت القفه ولا لا باش تهزت سير قهوه ميسيلش يا ولدي ممكن هزوها دفع الله ما كان اعطى لا هات انا نمشي نجيب لك لا خلي ميسيلش لا شنو يخلي لا ولا ما صار يمشي هات نشوف انا فارغه هات ندخل على الملاك وزر صغار لا ما صار لا ما صار عليك تفضح حشوميه ولا حشوميه ولا من جهه شايف برا ماله بار ما بر ما تحبيش ما تحبيش مش غصب عليك زاد غصوبي مش غصوبي بر ما تحبي ما غير من تفلك اخواتك لا حليناك التلفزه يا ربي حلينا التلفزه خلينا نشوف التلفزه عليه الضوء مقصوص حرام تلفزة حرام؟ اي سي عبد العزيز قال لنا تلفزة حرام في رمضان. نزلنا نسمعوا. لا فرج ولا ماكل، جاية مشومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وقت عبد العزيز. كيف الحال؟ والله بخير، شنو أحوالك؟ استوي في الجلسة يرحمك الله. في جامعة هنا تو. لاباس يا عبد العزيز. ونعم بالله، الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا. أما بعد عباد الله، إن شهر رمضان هو شهر الامتناع عن الملذات والشهوات. آمين. شهر الزهد والتقوى. آمين. ويا سعد من تزهد وغنم بالجنة. ونعم بالله ونعم بالله. مرحبا عايشك عايش خويتي. لقد أوصيت زوجتي أن لا تبذر الطعام في شهر رمضان وأن نكتفي بالنزر القليل عملا بسنة سيد الخلق. عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كلنا الشر بتنا للشر ضربنا الجوع مرحبا بك عايش خويتي حاب نعاونك تريف على ميساج نعاونك هذه كعبتك انت يا حاج تفضل مرحبا بكم هذه كعبتك يا زهو عايش خويتي ان شاء الله في الجنة تحب نجي نعاونك تريف لا بشقي تمرة والله باش بتعاونها رويات سبحان الله باكش تعبت ولا حاجة كيفك انت يا شيخ ميسالش حلها واش نقسم كعبه واش نقسم احنا سنه كل واحد والله ما صار لا يا الكعبه يا ايه التبنيه خويا فاش قام التبنيه لقد تعودنا على الاكل القليل بعض من الرايب شويه زيت زيتون حبات من التمر لصد الرمق والحمد لله ما نحطها في الليل على حساب هكا صايمين ما تسحروش ان طعامنا هو القناعه والرضا تسمع ما لحتى تحور تعملوا 7 قطرات 100 معدن يا ولا نغال سبحان الله ما انت على وضوء سي النقار لدينا غريب الذره زاهو قال لك على وضوء ليه على وضوء تصلي مع البيت مش هو مش يصلي عليك انت يا سي النقار كانك على وضوء خل صلوا حتى في البيت هذه والله استنست للضروره ديما لما دوم كل خويا نلقى روحي مرتاح في الليل كيظل نصلي في الليل ظل السكون ظل عندي خاشه اكثر ما تصلي والله اثم كبير راهو هذا يا سي النقار لازمك تصلي صلاتك حاضره خويا لا يكلف الله نفسا الا وسعها هيا قوم اتوضا او قريب يرفع الاذان ما نجمش مانيش على طهاره مسالس هيا تعال اتوضا ولدي خويا يلزمني الغسل الاكبر هذيك ربي النقار هذاك ساعات يصلي وساعات يس تو نحكوا مع بعضنا امور فقط وتلوحتي هكا ما انا قلت لك نحاس انا هيك
استغفر الله. شيء غريب هنسيها راه يدخلونا لجنة بنسيها هذا. استغفر الله استغفر الله. صحيح استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. خذ الوقار منك بهالزيح على راسها ما تهزيش. وانت نهار كل شعب ولدك طايحة. اسكت بارك. الله يهدينا الله يهدينا الله يهدينا. ان شاء الله ربي يغفر لنا وان شاء الله ربي يسامحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوي شوي فاش تعمل استنى حتى يكمل الاذان. طيب من الاذان يا سيدي. والله مش مش بلا الموت ما اعطاش لك شيء. اصبر شويه اختار بخير منها ناس تاخذ التقيه. بلاها نصبرنا ها هذا تو هذا التبر جديد عندكم. قلت لك ما نجيش قلت لك ما نجيش. تلزي فيه تلزي فيه تلزي فيه تلزي فيه تلزي فيه تلزي فيه تلزي فيه. عاش خويا مرحبا يا ولد الذين مرحبا مرحبا كل واحد قديم تبيع تعبي في روحك هذا كل مخيرات الكل من هي الخلات الكل هذا عاش خويا مرحبا بكم زارتنا البركه ان شاء الله تزورونا مره اخرى. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وبعث اللهم المقام محمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. لحظه 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 سامحني لحظه حتى يكمل سي عبد العزيز سليته استنوه اللي يصلي دينا. اي نحن مستانسين ويكمل صليته ونشقوا فاتنا من بعضنا. سمي بسم الله. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. استنى الله اكبر. فيصلي بيسير. الله اكبر. خنشوف عبد الرحمن هنا. سامحوني شوف عبد الرحمن. سمح باش يصلي مع الله مستغرق طالعين في التقوى ريتي نقول للروح كش فيك جاي لك واش نقول واش الشر تو باش واش تعمل تفتحني اسكت قلت لك خليه يكمل الصلاه الرجل عم يستنوا بيه الرجل يصلي. الله اكبر. زهورات زهورات شفت الناس التقوى قاعد نحسيها. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. هكا وجهي لك يا وجهي. الله اكبر. يقعد ياسر هو يصلي. ليه مش برشا هاو سيء هاو قريب يكمل. ميساج ميساج. اي ساعات ديما هكاكا يصلي نوافل الحق نتاع ربي. ايه ما نحب فاتر نوافل يصلي نوافل تو جاي ضيوف يخليهم معاه. أنا طب استنى قاعدين نحن نحن السلام عليكم يا حاج سلام عليكم نقرأ وابعد شيء معناك الواحد استنى كذا حتى لي سبحان الله الواحد سايب هناك له حتى ويجي أنا استنى ميسيرش أخواتي نستنى الحمد لله ونعمة بالله ديما عليك الله أكبر شو باش يصير لك استنى شوية جرتك والله جرتك أقسم بالله خبيت بالشر مشنو بها ما تصبرش شبعان شبعان هاني استنى جرتك الراجل مش يصلي في التراويح يا شبيك بحدي الله أكبر الله اكبر صلي على النبي عليه راه صبر 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 شنو تستنوا ياسر يا مدام ان شاء الله ربي امين فمك الرب اللي ظال قدامك شاق الخلاق يعجبك بعدين اسكت ما نسيك والله مش معقول يا مدام من الصيمة الواحد عطشان من الصباح من الثلاثه نتاع الصباح على الشهيد السلام عليكم اجر ربي يثبت اجركم الحمد لله يا رب السلام عليكم الحمد لله يا رب ربي يثبت اجركم عايش ما شاء الحمد لله تقبل صيام يا رب الحمد لله الحمد لله الله اكبر ما مغلب اليوم تو وش نعمل لي هذا تو يمشيش هكا راه ترى وش عار راني عطشان هذا ما تقولي هاي وسع بالك ما تقولي هاني وسع بالك يا عيب كثير قصه التقوى عرفت عليه التقوى عامل 100 ركعه حتى تروح وصلت قدك يا عيب كثير طنشني هنا لكن الشر وكل اللي عطش هاي انا قلت ما نجيش من اول مره قلت راني ما عجبني هالشيء هذا انا حيتك انا وسع بالك راح انا مصلي باش ما تسعي والله لا نقعد انا ما نقاوش باش نعمل شي شغل غادي هاني كامل الثلاثه وصبح تراويح وقول له ثاني الصبح تاخذوا جاي بدي الشر وعطشان بعد انا بيا كربي شو نحكي لا 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 انا خا خواتي الراجل جيعان شنو نعمل لا غال جيعان ما عادش يبدا جيعان ما يعرفش يفهم حتى شيء السلام عليكم ورحمه الله كمل كمل هاو كمل هاو السلام عليكم هاو سلم هاو سلم صحيح خوتي سامحيني النقار خوتي راهو يبدا جيعان ما عادش يفهم حتى شيء يضبعوا ايه رانا نحن والله سامحيني والله عطشان سامحيني ما تقولش النقار والله الا والله سلم 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 اشرب 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 اشرب
عند شون يا شون. نعم. شعول. شعول شعول. لا. ولا. الو الو وين شنو وين هذا هكا هو خمس ايام يزي فيها البركه قلقت من الدار يا اخوي شنو حجر صحي حجر صحي حجر صحي قلقت من الدار خلي مشيت القهوه فهم انا في القهوه تو في القهوه يا ودي مشون في القهوه شنو حجر صحي حجر صحي حجر صحي حجر صحي وش بيك هربت مني وين هلا وش بيك اخوك علاش هربت اخوك ها عشيري عشيري علاش هربت مني اخوي صاحبك كان قاعد وانت هربت والله عيب من اخوات هذا صح ولا اخوات مش مليح عليك شو ما راه احنا اخوات واللي يصيبك يصيبني راه نوجسي بابا لادي ودي الحمد لله لا لا شعود شعود قلت لك اعطيني شعود اي مد لي شعود هكا هو انا شعود برا هاي تقول انت طع الكاميرا يا زين حتى اعطيك واحد طع حتى اعطيك واحد بابا كح غادي يرحم باير كح غادي تسلي علي بيه حاج جميل كح غادي يرحم بايك يجيب لنا شي حاجه حاش موجوده شوف ما عادش تسمع كورونا 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 سلي علي بيه بابا سلي علي بيه شوف الاخر قلقت من حجر الصحي حجر الصحي قلقت من حجر الصحي لاباس شو فمك 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 شو يا قواجي شوية بعيد عليك بعيد عليك يا ضو شو هذا زين الحال هذا يا ولدي يا ولدي سلي سلي بيه يرحم فوق تشبيه يا ولدي يا جيل يا زمان انا برا نمشي نوصل للبحر ظهري يرجع فيا ظهري خليك ما تبت فيا بظهري يا عمو سي تو يا ولدي يا ضو يا زمان تو الكحل ولا ما نعرف هذا شو اللي عملها هذي؟ شو اللي عملها هذي؟ وحدك جيت منين؟ شبيك انت يا عمان؟ انت منين جيت تو؟ دول تو جيت ابو سهل مانيك اللي هو تلفون طول الوقت ابو سهل مانيك هنقول لك هاكم ريض يا ولدي وين؟ خرجك من الدار يا باب اه علاش خارج من الدار ما زلت عليه بتاع دار
كاميرا كلبي يا ودي منين تلعبوه يا ودي يا ودي عليش عم تركم عليه عم بيكونوا هيك Ha ha ha!